في هذا الفيديو راح نتناول كيفية بناء نموذج إنشائي أو موديل باستخدام برنامج ساب 2000 لنظام إنشائي الـ 2-Way Solid Slab. طبعاً هذا الفيديو راح يتضمن كمان كيفية تحليل وتصميم الـ 2-Way Solid Slab باستخدام برنامج ساب. البداية راح تكون مع السلاب اللي احنا بدنا نعملها نموذج، حتكون هي بالشكل التالي. تتكون من 3 spans بدايركشن اكس، طول السبان الواحد 7.5 متر، وبتتكون من 3 spans باتجاه واي، طول السبان الواحد 6 امتار. طبعا قوة الباطون ال F prime C تساوي 24 ميجا باسكال، قوة الحديد ال F yielding تساوي 420 ميجا باسكال. بدي استخدم سوبر امبوزد لود على هذا الطابق او على هذا المبنى، مقداره 4 كيلو نيوتن في متر مربع، وبدي استخدم لايف لود مقداره 5 كيلو نيوتن في متر مربع. ابعاد الاعمده راح تكون عباره عن 500 ملي في 500 ملي. اللود او الحمل الخاص بالجدار الخارجي اللي راح يكون موجود على الجسور الخارجيه مقداره 21 كيلو نيوتن في المتر. سماكة السلاب راح تكون 200 ملليمتر. أبعاد البيمز راح تكون عبارة عن 400 × 600 ملليمتر. طبعا يقصد في الـ 400 العرض البيم أو الويدث، و 600 ملليمتر هو الدبث الخاص في البيم. ارتفاع الطابق الواحد راح يكون عبارة عن 3.5 متر، وعدد الطوابق راح يكون 3 طوابق. طبعا البداية راح تكون مع فتح برنامج ساب 16 اللي انا من خلاله بدي اعمل الموديل. بداية بدي اتأكد انه الوحدات معيرة على الـ SI units اللي هي كيلو نيوتن متر وسلسيوس، مش الوحدات الامريكية. تاني اشي بدي اختار فايل نيو موديل، بعدها بدي اختار grid only. طبعا الموديل الخاص للسلاب اللي عندي بحاجة لأربعة grid lines باتجاه X، المسافة بين كل واحد والتاني 7.5 متر، وبحاجة لأربعة grid lines باتجاه Y، المسافة بين كل grid line والتاني عبارة عن 6 امتار. فعشان هيك بدي اختار هون 4 grid lines باتجاه X وأربعة باتجاه Y. وطبعا بالنسبة لزد بيكون عدد الجريد لاينز هو عدد الطوابق زائد واحد، انا مطلوب معي 3 طوابق، اذا راح يكون العدد الكلي للجريد لاينز ايضا 4 جريد لاينز. المسافه مثل ما حكينا بين الجريد لاينز باتجاه اكس هي عباره عن 7.5 متر، والجريد لاينز باتجاه واي هي 6 متر، والزد الجريد لاينز فيها المسافه تمثل ارتفاع الطابق وهو 3.5 متر حسب ما تم اعطائه في معطيات السؤال. بلاحظ اتكونت الشبكة عندي هنا بالإكس واي بلين على ارتفاع 10.5 متر اللي هو ارتفاع الطابق الأخير، وهون عندي الجريد لاينز بالثري دي فيو. طبعا أول قائمة راح أدخل على معظم أوامرها اللي هي قائمة ديفاين، اللي من خلالها بعرف جميع المتطلبات وكل البارامترز الخاصة في المنشأ اللي أنا بدي أعمل له أناليسز وديزاين. البداية راح تكون في تعريف المادة ديفاين ماتيريالز. طبعا بدي اخذ كوبي عن الباطون المعرف اصلا اللي هو ال 4000 بي اس اي ويكافئ 28 ميجا باسكال. بدي اخذ كوبي عنه واعرف الخصائص الخاصه في الباطون اللي انا بدي استخدمه. بدي اسميه اول شيء كونكريت 24 ميجا باسكال. اليونت ويت بتاعته راح تكون عباره عن 25 كيلو نيوتن في متر مكعب. هون بيسالني اكم الموديولس اوف الاسيسيتي للباطون. طبعا القانون هو 4700 في جذر F برايم للسي، راح تطلع عندي 23025 ميجا باسكال. طبعا لانه انا معرف الوحدات كيلو نيوتن ومتر، فساب هون بكون طالب مني ادخل له اي بوحدة الكيلو نيوتن في المتر المربع اللي هي الكيلو باسكال وليست الميجا باسكال، لذلك انا بضربها بألف لحتى احول من ميجا باسكال لكيلو باسكال بالشكل التالي. اخر اشي بدي اغيره اللي هي specified concrete compressive strength F prime C، اللي هي قديش قيمة F prime C للباطون اللي موجودة في المعطيات، وقيمتها 24 ميجا باسكال، ومثل ما حكينا لعشان احولها لكيلو باسكال بضربها في 1000. انتهينا من تعريف المواد. طبعا منذكر مرة تانية انه ما فيش حاجة لتعريف التسليح لانه هو باي ديفولت بيكون معرف في برنامج ساب.
او عفوا مش تعريف التسليح، تعريف نوعيه حديد التسليح نفسها. القائمه الثانيه اللي هي define section of properties، اللي هي تعريف جميع المقاطع اللي انا بدي ارسمها في برنامج ساب. طبعا المقاطع هاي المقصود فيها مقاطع البيمز والكولومز والسلاب. اول شغله بدي اختار فريم سيكشنز اللي انا من خلالها بعرف الاعمده والجسور، وبدي اضغط بعدها على اد نيو بروبرتي، ومن اد نيو بروبرتي بختار كونكريت لحتى يعطيني المقاطع الكومن استخدامها في لماده الباطون، واول خيار هو ريكتانجولر. طبعا بدي اعرف اول اشي مقطع البيم بالشكل التالي. طبعا مش بحاجة اسميه تسمية خاصة لانه المنشأ كله في نوع واحد من البيمز فقط لا غير. بدي اغير الماتيريال اللي انا عرفتها اللي هي كونكريت 24 ميجا باسكال. الدبث الخاص في البيم هو 0.6 متر، والويدث الخاص بهذا البيم هو 0.4. بعدين بندخل على قائمة set modifiers اللي انا من خلالها بعدل قيمة الانيرشيا جروس المحسوبة لهذا المقطع لحتى اخذ بعين الاعتبار وجود الكراكس. فبدي اختار 0.35 للتورجنال كونستانت و 0.35 للانيرشيا اباوت 3 اكسس اللي هو هذا المحور، و 0.35% للمومنت اوف انيرشيا اباوت 3 اكسس اللي هو هذا المحور. طبعا هذا اباوت 2 اكسس اللي هو هذا المحور الفرعي للبيم، وabout 3 axis اللي هو المحور الرئيسي او المحور القوي للبيم رقم 3. وهي اوكي. طبعا باي ديفولت ساب بيعرف المقاطع الريكتانجولر الخاصه في الباطون على انها اعمده. هلا انا بدي افهم ساب انه هذا المقطع هو عباره عن بيم وليس عمود، فبدي اضغط على كبسه كونكريت رينفورسمنت واروح على بيم في الديزاين تايب، يعني كان باي ديفولت هو مختار كولوم، هلا بدي احوله ل بيم لحتى يعمل ديزاين للمومنت اللي جاي على هذا البيم. بلاحظ اختفاء القضبان المعدنية، فبالتالي هذا يوحي لي انه انا حولت هذا المقطع في الديزاين من كولوم الى بيم وهو المطلوب. اوكي. هلا نيجي للخطوة اللي بعدها اللي هي تعريف مقطع العمود. بختار add new property مرة ثانية وrectangular من ضمن الكونكريت بدي اسميه كولوم. بغير الماتيريال لا كونكريت 24 ميجا باسكال، ابعاده هو عباره عن عمود مربع 0.5 في 0.5. بغير الموديفايرز لكن هالمره بختار 0.7 وليس 0.35 كما انا وضعت في البيم. لا الانيرشيا اباوت 2 اباوت 3 اكسس بالاضافه للتورجنال كونستانت. بالنسبة للكونكريت رينفورسمنت طبعا باي ديفولت هو معرف عمود وهذا الاشي صحيح. طبعا انا بهاي الحالة لازم افرض انيشال رينفورسمنت بهذا العمود. طبعا الاعمدة عادة بتسلح بقيم قريبة من المينيمم. طبعا المينيمم فاليو هي 1% للتسليح، الماكسيمم فاليو هي 8% حسب الـ ACI كود ACI 318. بفرض انا قيمة مقاربة للمينيمم اللي هي عبارة عن 6.16 فاي 16. طبعا 16 في 16 لو بدنا نحولها كنسبة تسليح على هذا البيم راح تطلع تقريبا 1.2% او 1.3%. بنروح على كبسة كونكريت رينفورسمنت، وطبعا بعرف لبرنامج ساب القضبان اللي انا بدي احطها. طبعا لما يكون عندي انا 16 في 16 راح يكون الـ number of longitudinal bars along third face اللي هي عدد اللايرز من القضبان بهذا باتجاه 3 راح يكون عبارة عن 5 لايرز، ونفس الاشي باتجاه 2، وبدي اختار هون الديامتر تاعها هو عبارة عن 16 دي. بالنسبة للكانات انا عادة بستخدم كانات 10 في الاعمدة، المسافات بينها 15 سنتي او 0.15 متر، وبستخدم 3 ليكس للكانة بكل اتجاه وبحط على اوكي. لكن في البداية بتأكد انه هون انا مختار reinforcement to be designed، لانه انا فعليا بدي اعمل ديزاين للعمود لحتى احسب قديش نسبة التسليح المطلوبة. طبعا بلاحظ هون انه عدد القضبان تغيروا ل 16 في 16 مثل ما انا عرفت، وهذا معناها انه انا تغيير الاوبشنز اللي هون كان عملية ناجحة. الخطوة اللي بعدها اللي هي تعريف مقطع السلاب، فبدي اروح على define section properties بعديها area sections.
add new section. طبعا بامكانك تختار شيل ثن او شيل ثيك في السلابات، ما راح يكون في فرقيه كبيره بالنتائج. طبعا الفرق ما بين شيل ثن وشيل ثيك انه هون الثن ما بدخل فيها في المصفوفه تاعت ساب حساب الشير ديفورميشن، لكن هون بدخل الشير ديفورميشن. طبعا مش هالفرقيه الكبيره لانه السلاب بالنسبه لمساحتها هي تعتبر ثن، فلو حطيتها ثن او ثيك مش هالفرقيه. طبعا بدي اسمي المقطع سلاب 20 سنتيمتر، بدي اغير الماتيريال لكونكريت لكونكريت عفوا 24 ميجا باسكال. الثيكنس الممبرين والبندنج راح اختارهم 0.2 اللي هي حسب ما كان موجود في المعطيات. بروح بعدها على قائمه سيت موديفايرز. طبعا مثل ما انا عملت في البيمز ومثل ما انا عملت في الاعمده راح يكون في عندي موديفاير لحتى تاخذ بعين الاعتبار الافكتيف مومنت اوف انيرشيا للسلاب مثل ما انا عملت بالبيمز والكولومز. طبعا هون بدي استخدم 0.25% للبندنج ام 11 موديفاير، والمقصود فيه انتقال الاحمال باتجاه واحد لللوكال اكسس في الاريا وهو اتجاه اكس، ولام 22 اللي هو انتقال احمال الفليكسشر باتجاه 2 اللي هو اتجاه واي، وهون 0.25% للبندنج ام 12 موديفاير اللي هو التورجن اللي جاي على السلاب. طبعا القيم راح تكون متساويه في جميع الاتجاهات في السلاب لانه هذه عباره عن تو واي سوليد سلاب. كمقارنه في الفيديو الاول اللي كان موجود في الوان واي سوليد سلاب، لانه كان اتجاه التحميل هو باتجاه اكس كانت قيمة الموديفاير M11.25 و M22 كانت 0.025 و M12 كانت 0.025، يعني بعكس اتجاه التحميل ضربنا قيمة الموديفاير في 10% لأنه ما بيكون في عندنا انتقال أحمال بشكل كبير بالاتجاه اللي هو عكس اتجاه التحميل. لكن هون بحكم أنه السلاب 2-way يتم انتقال الأحمال باتجاهين، فبيكون عندي ميجر مومنت باتجاه X وميجر مومنت باتجاه Y، فبالتالي بدي احط البندنج M11 موديفاير 0.25 و M22 نفس الاشي و M12 بحطه كمان 0.25 وهي اوكي. اذا انا صار جاهز عندي بالوقت الحالي الجريد لاينز والوحدات بالاضافة لجميع الماتيريال وجميع المقاطع اللي انا بدي استخدمها بالرسم. نبدأ بعدها في تعريف اللود باترنز اللي هي انواع الاحمال. طبعا باي ديفولت راح يكون ساب معرف لي الديد لود باترن. انا بدي اعرف كمان وحده اسمها سوبر امبوزد، لكن بدي انتبه انه بدي احط السيلف ويت ملتيبلاير صفر لانه بحسب لي اياها مره في الديد باترن، ما فيش داعي يرد يحسب لي اياها كمان مره بالسوبر امبوزد، لانه اذا خليت هذه واحد كمان ساب راح يحسب الوزن مرتين، فبالتالي هذا راح يعمل لي راح يعمل عندي خلل في عمليه الحسابات. واخر لود باترن اللي هي اللايف لود، بدي اختار التايب تاعها لايف وهي اد نيو لود باترن. فبالتالي هذه هي اللود باترنز ديد سوبر امبوزد لايف، وبدي اتاكد انه الديد فقط هي السيلف ويت ملتيبلاير اللي عليها قيمته واحد، يعني احسب لي الوزن مره واحده او اضربه في واحد. الخطوه اللي بعدها اللي هي ديفاين اللود كومبينيشنز، بدي اعرف انا لود كومبينيشن اللي هي 1.4 ديد، وهون بدي اغير الفاكتور ل 1.4 بعديها على اد، ونفس الشيء السوبر امبوزد. فاذا هاي الكومبينيشن راح تحتوي على ديد والسوبر امبوزد مضروبين في 1.4. الكومبينيشن الثانيه راح تحتوي على اللاي على ديد لود مضروب في سكيل مقداره 1.2 في سكيل فاكتور، بالإضافة ل سوبر امبوز مضروب في 1.2، لكن اللايف لود بده يكون مضيوف على هاي الكومبينيشن لكنه مضروب في 1.6. هيك بنكون أنهينا جميع البارامترز اللي أنا مطلوب مني أعرفها قبل ما أبلش عملية الرسم. طبعا بنذكر إحنا لحد الآن عرفنا الوحدات وعرفنا كمان الماتيريال اللي بدي استخدمها وهي الباطون 24 ميجا باسكال، وعرفنا كمان المقاطع اللي انا بدي استخدمها في عملية الرسم والتحليل والتصميم وهي مقاطع السلاب ومقطع السلاب ومقطع البيم ومقطع الكولوم. بالاضافة لهذا الاشي عرفنا انواع الاحمال وعرفنا اللود كومبينيشنز. اذا هلأ بنقدر احنا نباشر في عملية الرسم.
طبعا عملية الرسم راح تبدأ بالطريقة التالية. في البداية أنا موجود في الـ XY plane عند Z تساوي 10.5 اللي هو منسوب الطابق الأخير. من خلال الأسهم هون بدي أتحرك على منسوب الطابق الأول اللي هو بيكون at Z تساوي 3.5 متر. طبعا يفضل دائما أو الأسهل إنه نرسم البيمز بعديها الأعمدة بعدين نرسم الأريا إليمنتس اللي هي عبارة عن السلاب. فبدي أبلش في البيمز draw frame or cable. المقطع بدي أتأكد إني أنا مختار بيم وأرسمه بالطريقة التالية. طبعا مثل ما شايفين انا انهيت رسم جميع الجسور اللي انا بحتاجها في هذا المنشأ. بالنسبة للأعمدة طبعا في طريقة سهلة جدا لرسمها بحكم انه انا عندي بس عمود واحد في المنشأ، لكن هاي في البداية عشان نطبق هذا الامر اللي بده يساعدني في رسم الأعمدة لازم اختار الجوينتس او المناطق اللي بده ينطلق منها العمود. طبعا راح يكون عبارة عن جميع هذه الجوينتس اللي موجودة عندي. بعديها بروح على Edit وبعدين على اكسترود. في عندي اول امر اللي هو اكسترود بوينتس تو فريمز اور كيبلز، يعني حول النقاط المختاره لفريمز او كيبلز، يعني هاي النقاط بقدر انا احولها لاعمده في هاي المنطقه حسب ما انا اختار. طبعا اول شيء بدي اختار المقطع تبعي اللي هو كولوم. بدي احولها انا لكولوم لكنها بدها تنطلق باتجاه زد اللي هو الاتجاه الرأسي في مسافة سالب 3.5 لانه العمود بده ينزل لتحت. طبعا انا بدي اكرره مرة واحدة فقط مش مرتين وهي اوكي. بلاحظ على مخطط 3D ظهر عندي جميع الاعمدة في كافة المناطق اللي انا بدي اياها في السلاب واصلة لمنسوب القواعد اللي هو صفر زد تساوي صفر. بامكاني هلا احط السبورتس، فبنزل على منسوب القواعد اللي هو Z تساوي صفر وبختار جميع الجوينتس هاي وبروح على Assign Joints Restraints وهايبن Support. اوكي هلا انباشر في عملية رسم السلاب. بختار لانه هذا منشأ منتظم اسهل اشي اطبقه اللي هو Quick Draw Area، فبختار هذا الامر وهيني هون انا عند سلاب 20 سنتيمتر. بختارها باني انا اضغط في داخل المساحة وساب اوتوماتيكيا راح يرسم هاي ويعبيها اريا اليمنتس اللي اسمها سلاب 20 سنتيمتر. الخطوة اللي بعدها راح تكون عبارة عن وضع الاحمال اللي موجودة في المعطيات على هذا المنشأ. طبعا وضع الاحمال راح يكون بالطريقة التالية. اول اشي بدي اختار الاريا اليمنتس اللي بتمثل السلاب، بعديها بروح على اساين اريا لودز Uniform Shell اللي هو Uniformly Distributed Load. أنا عندي بالسوبر إمبوزد لود مقداره 4 كيلو نيوتن في متر مربع باتجاه الجرافيتي، هي أوكي. بختار السلابس مرة تانية وبروح على Assign Area Loads Uniform بين قوسين Shell، لكن هالمرة بدي أحط اللود في اللايف مش بالسوبر إمبوزد ومقداره 5 كيلو نيوتن متر مربع في المتر المربع باتجاه الجرافيتي اللي هي الجاذبية الأرضية. طبعا بقدر اتاكد من انه العمليه كانت صحيحه باني اعمل رايت كليك على واحد من عناصر السلاب واروح على كبسه لود. بلاحظ انه وضع لي لود مقداره 4 كيلو نيوتن في متر مربع باتجاه الجرافيتي في لود باترن اسمها سوبر امبوز، ونفس الاشي باللايف حط لي لود مقداره 5 كيلو نيوتن في متر مربع، فبالتالي عمليه وضع الاحمال على السلابس كانت سليمه. طبعا في عندي حمل تاني اللي هو حمل الجدار الخارجي، هذا راح يتوزع على الحد الخارجي للمبنى، فبالتالي انا لازم اختار الاكسترنال بيمز او الادج بيمز جميعها. طبعا كون حريص بهاي العمليه انه ما تختار
بيم داخلي، لانه البيمز الداخليه مستحيل يكون جاء عليها حمل واجهه خارجيه، هاي الواجهه الخارجيه بتكون موجوده فقط على الجسور الخارجيه. فبختار الجسور الخارجيه كما بالشكل التالي، بعدها بروح على اساين فريم لودز ديستريبيوتد، هذا راح يكون من ضمن السوبر امبوست، وبختار اليونيفورم لود قيمته 21 كيلو نيوتن في المتر، وباتجاه الجرافيتي مثل ما هو مختار باي ديفولت في برنامج ساب، وهي اوكي. بلاحظ انه ساب وضع لي الاحمال او حمل الجدار اللي هو ال 21 كيلو نيوتن في المتر على الحد الخارجي للمبنى. طبعا الخطوة الاخيرة قبل ما نبلش عملية الرن اللي هي تقسيم السلاب لمجموعة من القطع الصغيرة لحتى تكون نتائج التحليل صحيحة ويطلع الموديل compatible. فبختار الاريا elements وبروح على edit، بعدها edit areas، ثم ديفايد ارياز. بختار هذا الاوبشن اللي انا من خلاله بحدد قديش الماكسيمم سايز للمشي اللي انا بدي اياها. طبعا انا هون بالنسبه لإلي سايز نص متر في نص متر راح يكون مناسب، وهي اوكي. بلاحظ برنامج ساب قسم لي الاريا اليمنتس لمجموعه من المربعات الصغيره اللي بتكون ابعادها نص متر في نص متر. هلا الموديل تبعي جاهز للتحليل. طبعا بس لحتى نذكر هالمعلومة انه الموديل اللي المفروض انا اصممه هو عبارة عن ثلاث طوابق مش طابق واحد. طبعا بامكاني انا اعمل رن لطابق واحد واتأكد انه عملية الاناليسي السليمة، واذا كانت سليمة بامكاني ارجع اضيف الطوابق مرة تانية، او الخيار الثاني انه من هاي اللحظة اضيف الثلاث طوابق وبعديها اعمل رن واتأكد اذا العملية صحيحة ولا لا. طبعا بحكم انه هاي الطوابق بتتكرر، يعني ما فيش اي انسحابات، ما فيش اي تغيرات لا بالشكل ولا في الاحمال ولا في توزيع الجسور والاعمده من طابق للثاني، فيمكن اسهل واسرع انه انت تعمل رن لهذا الموديل وتحلله، بعديها تتاكد انه كل اموره تمام، واذا كان ما فيش فيه اي خلل او اي مشاكل بامكاني ارجع للموديل هذا مره ثانيه واعمل تكرار للطوابق، وساعتها لما اعمل رن بتاكد انه النتائج برضه باي ديفولت رح تطلع سليمه. فمنشان هيك بدي اعمل run analysis. طبعا الموديل كيس ما فيش داعي انه انا اعملها run، ما بلزم، لانه هاي تدخل في التحليل الزلزالي اكثر شيء لحتى انت تعمل تحليل dynamic analysis للمنشأ، وهي run. طبعا هون ساب بيسالني انه وين بدك تعمل سيف للموديل. طبعا ملاحظة مهمة هون انه لازم الموديل يتسيب ينعمل له سيف باسم انجليزي، يعني ممكن مرات ساب يعمل لك مشاكل في عملية الرن او في عملية التحليل اذا انت كنت عامل سيف لاسم الموديل بالعربي، فحاول دائما يكون اسم الموديل باللغة الانجليزية، كمان يكون محطوط بفولدر اسمه انجليزي. فانا بدي اسميه موديل 2 مثل ما هو واضح على الشاشة، وحاليا انا بستنى ساب ليعمل عملية التحليل. بالنسبة لعملية التحليل، طبعا لحتى اتأكد انه هاي العملية تمت بالطريقة السليمة، في عندي ثلاث انواع من الفيريفيكيشنز او من التشيكس. الاول اللي هو الكومباتيبلتي، من خلال هذا التشيك انت بتحكم انه عملية الموديلينج تمت بالطريقة السليمة ولا لا، بحيث انك انت تتطلع على حركة المنشأ، هل فيها اشي مريب ولا الحركة طبيعية، هل المنشأ اللي عندك بتحرك وحدة واحدة ولا ممكن في بعض الاحيان نتيجة اخطاء الموديلينج يكون مثلا البيم بتحرك لحاله والكولوم بتحرك لحاله، او السلاب مش شابكة على البيم بالطريقة الصحيحة. هل هذا الحكي متحقق في المنشأ اللي موجود عندنا؟ خلينا نشوف. طبعا هون بهذا الويندو ساب عارض لي الديفورم شيب اللي جاي من الديد اللي هو الوزن الذاتي، بكبس على Start Animation. طبعا بلاحظ من خلال الحركة تاعت الموديل انه الحركة عم بتتم بطريقة سليمة، جميع العناصر الانشائية بتتحرك كوحدة واحدة، وواضح انه الترابط فيما بينها سليم، فهذا بوحي لي انه الموديل اللي عندي compatible وما فيش عندي اي اخطاء في عملية الموديلينج او في عملية الرسم للموديل. خلينا نحكي التشيك الثاني اللي هو عبارة عن الإكوليبريوم. طبعا من خلال هذا التشيك أنا شو بعمل؟
بتأكد إنه مجموع الأحمال اللي جاي عندي على هذا الموديل تكافئ مجموع الرياكشنز وتعاكسها. إذا تحقق هذا الشرط فهذا يعني إنه مبدأ الإكوليبريوم متحقق في المنشأ، وهذا هو الفيريفيكيشن رقم 2. طبعا كيف أنا بعمل تحقق من هاي الشغلة؟ بحسب قديش التوتال لود اللي جاي عندي بشكل يدوي. كيف بحسبه؟ يعني مثلا أنا عندي لايف لود جاي على هذا المنشأ مقداره 5 كيلو نيوتن في المتر المربع، فبالتالي التوتال لايف لود كقيمة راح يكون عبارة عن 5 كيلو نيوتن في المتر المربع مضروب في مساحة هذا المبنى. طبعا هذه راح تكون القيمة اليدوية. ولو حبيت أعمل مثلا تشيك على السوبر امبوزد لود، أنا عندي سوبر امبوزد لود يتكون من جزئين: يونيفورملي ديستريبيوتد لود موزع على السلاب ومقداره 4.5 كيلو نيوتن في المتر المربع. طبعا عشان احسب التوتال تبعه بدي اضرب قيمه، او عفوا قيمته 4 مش 4.5، بدي اضرب ال 4 كيلو نيوتن في المتر المربع في مساحه المبنى. والشق الثاني او القسم الثاني من السوبر امبوزد لود اللي هو عباره عن حمل الجدار الخارجي. طبعا عشان احسب القيمه التوتال لحمل الجدار الخارجي بدي اضرب حمل الجدار الخارجي اللي هو 21 كيلو نيوتن في متر في محيط المبنى، في الامكنه اللي بيأثر عليها هذا الحمل الخارجي تبع الجدران اللي مقداره 21 كيلو نيوتن بير متر. اذا كاعاده السوبر امبوز لود بحسبه في المنشأ اللي موجود عندي باني اضرب حمل الجدار الخارجي في محيط المبنى بالاضافه لضرب مساحة البناية هاي في اللود اليونيفورم اللي مقداره 4 كيلو نيوتن في المتر المربع. طبعا هذه راح تكون عبارة عن القيمة اليدوية. خليني أتأكد هل ساب بعطيني نفس القيمة ولا لا. بروح على قائمة display، بعديها على show tables، وبختار من structure output اللي هون base reactions، وبروح على select load cases، بخلي ساب يعرض لي قيمة الرياكشنز اللي جاي من اللايف والسوبر امبوست وكمان من الديد. بلاحظ انه التوتال رياكشنز اللي جايه من اللايف لود مقدارها 2025 كيلو نيوتن في المتر المربع، وفعلا لو انت حسبت اللايف لود مضروب في الاريا تاع المبنى راح يطلع 2025 كيلو نيوتن بالضبط. وبالنسبه للسوبر امبوست لود قيمته طلعت عندي في برنامج ساب 3321 كيلو نيوتن. طبعا لو انت حسبت التوتال سوبر امبوز لود بانك تضرب هذا قيمه اللود في مساحه المبنى وتجمع له التوتال لود تاع الواجهه الخارجيه راح يطلع كمان 3321 كيلو نيوتن في، او عفوا 3321 كيلو نيوتن. اذا هذا الاشي باكد لي انه مبدا الاكوليبريوم متحقق في المنشا اللي موجود عندي هون. طبعا الديد يمثل الاون ويت، اذا بتحب انك انت تعمل تشيك عليه بامكانك تحسب اوزان العناصر الانشائيه اللي موجوده هون بانك تحسب الحجم وتضرب في اليونت ويت وبتقارن في نتيجتها مع نتيجه برنامج ساب. طبعا الالاوبل ايرور اللي بيسمح لك اياه البرنامج في موضوع الايكوليبريوم يعادل 5%، يعني اذا زادت نسبه الفرق ما بين النتيجه اليدويه وما بين نتيجه ساب عن 5% فهذا الحكي مؤشر على وجود خلل في عملية الموديلينج أو خلل في عملية الحساب اليدوية، فبدنا نتأكد لحتى نعرف هذا الفرق من وين جاي. طبعا بما أني تأكدت أنه الموديل ما من ناحية compatibility ومن ناحية equilibrium ما فيش فيه أي مشاكل، بإمكاني أرجع لتعديل الموديل مرة تانية. بعمل على unlock على هاي كبسة الإفل، وبدي هلأ احط الطابقين الزياده، لانه مثل ما احنا ذكرنا في المعطيات المبنى يتكون من 3 طوابق. طبعا عمليه تكرار الطوابق بتكون من خلال تحديد كافه اجزاء المنشا. طبعا كيف بختارها؟ بكبس كبسه كنترول بعديها كبسه A اللي هي سيلكت اول، بلاحظ انه ساب اختار كل المنشا ويشمل البيمز ويشمل السلاب ويشمل الاعمده والسبورت، وبروح على Edit من ثم Replicate. طبعا انا Replicate راح يكون عندي باتجاه Z مقداره 3.5 متر اللي هو ارتفاع الطابق الواحد، وبحط نمبر 2 لانه انا بحاجه لطابقين زياده، لانه المنشأ تبعي مثل ما حكيت هو يتكون من 3 طوابق وانا بنيت واحد اصلا، اذا انا بحاجه ل 2 additional floors، وبضغط على OK.
إذا بلاحظ إنه ساب عمل لي تكرار للطوابق وصار عندي المنشأ جاهز لحتى أعتمد على نتائج التحليل والتصميم بالشكل التالي. طبعا هلأ أنا بدي أعمل رن للموديل مرة تانية، بدي أخلي ساب يحلل وبستنى عليه ليخلص عملية التحليل. طبعا سبب انه عملية التحليل صارت أبطأ انه الطوابق زادت، فبالتالي زادت degrees of freedom وبالتالي زادت عدد المعادلات اللي بده يعملها ساب لحتى يعطيني نتائج التحليل. طبعا ساب هلأ انتهى من عملية الرن. طبعا للتذكير احنا خلصنا نوعين من الـ verifications اللي هم الـ compatibility رقم واحد والإكوليبريوم رقم 2. ضل رقم 3 اللي أنا بسميه Stress Strain Relationships أو له مصطلح آخر اللي هو الـ Internal Forces. من خلال هذا التشيك أنا بتأكد إنه ساب عماله يحسب قيم الـ Internal Forces وخاصة الـ Bending Moment والشير بطريقة صحيحة، لحتى أتأكد أو لحتى يكون عندي قناعة إنه النتائج اللي بده يعتمد عليها ساب في التحليل تبع الـ Internal Forces في إيجاد الـ Internal Forces راح يكون صحيح، وهذا الاشي راح ينعكس عندي على نتائج عملية الديزاين وراح تطلع صحيحة لانه العملية تراكمية. اذا كان انا عندي خلل من البداية في نتائج الاناليسيس او الانترنال فورسز فهذا الاشي راح يؤدي لخلل في نتائج الديزاين. طبعا بالنسبة لعملية التشيك في التو واي سلابس احنا كنا في التحليل النظري بنقسم التو واي سلابس لعدة فريمز، كنا نقسمها لفريمز باتجاه اكس باتجاه واي، وهي عندي انا 4 فريمز الاسبان الواحد طوله 6 امتار، ولفريمز باتجاه اكس اللي انا باشر عليهم في الماوس طول يتكون من 3 سبانز وطول الاسبان الواحد عبارة عن 7 متر ونص. طبعا عرض الفريم الواحد يمثل نص المسافة ما بينه وما بين الفريمز المحيطة، يعني هون انا باتجاه واي في عندي فريم بي وعندي فريم سي، كل فريم راح ياخذ نص المسافة ما بينه وما بين اللي حواليه، فيعني فريم بي وفريم سي راح يكون عبارة عن فريمز عرضهم 7 متر ونص. وبالنسبة لاتجاه اكس مثلا عندي فريم 2 راح ياخذ نص الثلاثة من اليمين ونص الثلاثة من شماله، فبالتالي راح يكون عندي عرض هذا الفريم عبارة عن 6 امتار. عملية التشيك راح تكون بالشكل التالي، انه انا بدي اقارن بين النتيجة اليدوية للمومنت للتوتال ستاتيكال مومنت اللي هو عبارة عن دبليو ال سكوير على 8، واقارنها مع النتائج المأخوذة من برنامج ساب من خلال تطبيق القاعدة التالية اللي هي مجموع المومنتس على الجوينتس على 2 زائد المومنت على الميدل سبان لازم يساوي الحساب اليدوي الخاص او الحساب اليدوي اللي قيمته دبليو ال سكوير على 8. طبعا هذه قاعدة ستاتيكية، اذا انا تأكدت من تحققها في برنامج ساب مقارنة مع القيمة اليدوية اللي هي دبليو ال سكوير على 8 فهذا يعني انه ساب في عملية التحليل واخراج الانترنال فورسز كان في نتائج مقبولة هندسيا ونسبة التغير فيها عن الحسابات اليدوية نسبة بسيطة جدا ما بتأثر في عملية الديزاين والاناليسز. طبعا لانه انا هون بتعامل مع تو واي سلاب فبالتالي لازم اتأكد من انتقال الاحمال من صحة نتائج انتقال الاحمال باتجاه اكس، وكمان اتأكد من صحة انتقال الاحمال او من صحة حساب الانترنال فورسز كمان باتجاه واي. طبعا انا هون بدي اعمل عينة او نموذج لسبان واحد لحتى اتأكد انه عملية حساب الانترنال فورسز في برنامج ساب تمت بالطريقة الصحيحة. طبعا بدي اخذ هذا الفريم كنموذج اللي هو فريم حرف سي بالشكل التالي، وهذا الفريم مرسوم عندي بهاي الصورة. طبعا عرض الفريم مقداره 7 متر ونص يتكون من 3 سبانز. طبعا بما انه هذا الفريم هو فريم باتجاه واي فبالتالي انتقال الفليكشر وانتقال الاحمال كمان راح يكون باتجاه واي. ولحتى نذكر مرة تانية لما اعرض المومنت على السلاب
من خلال امر show forces و stresses بعديها على shells، راح اختار انا M22 لانه M22 يكافئ انتقال الاحمال باتجاه Y. شو السبب؟ لانه local axis تبع السلاب اللي رقمه 2 راح يجي مع اتجاه ال Y axis، فبالتالي اذا انا بحكي عن M22 فانا بقصد فيه المومنت باتجاه ال Y axis للسلاب اذا كانت بال XY plane في الوضع الطبيعي. طبعا هون انا بدي اعمل تشيك على اللايف لود، على اللايف لود اللي هو مقداره 5 كيلو نيوتن في متر مربع، وهي M22 هي اوكي. بلاحظ انه برنامج ساب عرض لي قيمة المومنتس على شكل خطوط كونتورية بالشكل التالي. طبعا انا لو بدي اعمل تشيك على الاسبان الخارجي لازم اخذ قيمة للمومنت على الطرف الاول وقيمة للمومنت على الطرف الثاني حسب القاعدة تاعتنا، واجمعهم واخذ الافرج تاعهم واجمعهم للمومنت اللي جاي بالنص. طبعا للتذكير، المومنت اللي بيعرض لي اياه ساب في هاي المناطق هو عبارة عن المومنت لستريب عرضها 1 متر. طبعا انا في تو واي سلاب بتعامل مع فريمز، يعني انا لو لما بدي اتعامل مع هاي تو واي سلاب هاي المنطقة بدي امثلها او بدي اخذ فيها فريم كامل عرضه 7.5 متر، فبالتالي القيمة اللي بعطيني اياها ساب هون لا تتوافق مع التوتال مومنت اللي راح يجي على عرض الفريم. يعني بمعنى مختصر، ساب بهاي اللوحة الكونتورية بعطيني قيمة المومنت باتجاه واي لستريب عرضها 1 متر، لكن انا لحتى اعمل تشيك في التو واي سلاب لما قسمتها لفريم لازم احسب المومنت مش على ستريب عرضها 1 متر، انا بدي احسبها على فريم كامل عرضه 7.5 متر. لهيك بدي استخدم امر تاني اسمه السكشن كات لحتى افهم برنامج ساب انه انا بدي اقرأ قيمة المومنت على طول على عرض الفريم كامل اللي هو 7.5 متر بهاي المنطقة، وعلى عرض الفريم كامل اللي هو 7.5 متر بهاي المنطقة، وعلى عرض الفريم كامل اللي هو 7.5 متر كمان بهاي المنطقة. طبعا في البداية القيمة اليدوية للمومنت راح تكون عبارة عن W مضروبة في عرض الفريم مضروبة في الكلير سبان على 8. ال W تاعت اللايف لود مقدارها 5 مضروبة في عرض الفريم اللي هي 7.5 متر، وهذا الحكي مضروب في الكلير سبان اللي هي 5.5 متر تربيع. طبعا كيف حسبت انا 5.5 متر؟ انا عندي طول السبان سنتر تو سنتر هو عبارة عن 6 امتار، بما انه الاعمدة ابعادها 500 في 500، فاذا بخصم 0.25 متر من اليمين و 0.25 متر من الشمال وبضل عندي 5.5 متر كلير سبان. طبعا بعدها على 8 بطلع التوتال ستاتيكال مومنت من اللايف لود مقداره 141.8 كيلو نيوتن متر، وهذه القيمة اللي انا لازم احققها عندي في برنامج ساب. طبعا هذه هي عبارة عن القيمة اليدوية، ضل علي هلأ اخذ القيم من برنامج ساب اللي انا بطلعها من خلال امر سكشن كات. طبعا بروح على برنامج ساب، انا زي ما حكينا بعمل تشيك لهذا الفريم، بكبس على درو، بعديها على درو سكشن كات، وبرسم السكشن كات في موقع تقريبي اللي هو من هون لهون. طبعا عملية الرسم تكون بالضغط على الكبسة الشمال للماوس، بعديها بضلني كابسها لحد ما اوصل للموقع الثاني وبشيل ايدي عن الكبسة. طبعا اذا كان موقع السكشن كات مش مزبوط ما في اي مشكلة لانه بنقدر نعدل هذا الاشي. بلاحظ هون برنامج ساب عم يسألني بالنسبة للسكشن كت إحداثيات الستارت بوينت بالإكس وبالواي والزد، وإحداثيات الإند بوينت بالإكس والواي والزد، بالإضافة لإحداثيات الريزلتنت فورس أند لوكيشن أوف أنجل. طبعا هون من خلال هدول الإحداثيات أنا لازم أعطي ساب الإحداثيات لنقطة البداية ولنقطة النهاية للسكشن كت بالضبط على حسب عرض الفريم اللي انا ماخده وعلى حسب موقع الاحداثيات لهذا السكشن كات. يعني لو رجعنا لهاي الرسمة، انا بدي افهم ساب انه السكشن كات راح يبلش عندي من هاي النقطة لحد هاي النقطة من خلال نظام الاحداثيات اللي انا موجود عندي في المنشأ. طبعا موقع الكوردينيتس او موقع محاور الاحداثيات راح يكون بهاي النقطة، هذا هو محور X وهذا هو محور Y.
هذا section cut، هذه هي عبارة عن نقطة بدايته وهاي عبارة عن نقطة النهاية اللي موجودة فيه. طبعا إحداثيات هذه النقطة في X راح تكون عبارة عن 11.25، فبدي أروح على برنامج ساف وأدخل 11.25. النقطة هاي إحداثياتها بالإكس راح تكون عبارة عن 18.75 متر. طب نفس النقاط اللي هي هاي الستارت والإند إحداثياتهم في واي هي عبارة عن 0.25 اللي هي بتمثل الكلير فيس تبع العمود أو الكولوم. فبرجع على برنامج ساب وبدخل قيمة واي 0.25 للستارت بوينت و 0.25 للإند بوينت. هلأ هون بيسألني وين مكان المحصلة تاعت الفورس، باخد القيمة الأفرج لهدول القيم اللي موجودة عندي هون. طبعا الأفرج ل 11.25 و 18.75 راح يكون عبارة عن 15، والأفرج ل 0.25 راح يضل 0.25، وهون الارتفاع 3.5 متر راح يضل زي ما هو ما في أي تغيير. هلأ المهم هون اللي هو الأنجل X to 1. هلأ هذه المقصود فيها هي الزاوية ما بين محور X Global اللي هو راح يجي عندي بهذا الاتجاه، ومحور واحد اللي هو المحور الخاص باللوكال، المحور الخاص بالسكشن كات نفسه. وهي تعتبر نقطة مهمة جدا، لأنه لو رحت على هذا الشكل بلاحظ مثلا هذا السكشن كات الستارت تاعته هاي والإن تاعته هاي، محور واحد الخاص بالسكشن كات دائما بيكون اتجاهه من نقطة بداية السكشن كات لنهايته. فإذا أنا رسمت السكشن كات من شمال لليمين في باتجاه X راح يكون واحد مع اتجاه رسم بهذا الاتجاه، ولو أنا رسمت السكشن كات باتجاه Y وكانت بدايته من تحت واتجهت لفوق، هذه راح تكون نقطة البداية وهذه نقطة النهاية. ومثل ما بلاحظ إنه محور واحد الخاص بالسكشن كات يتجه مع اتجاه الرسم. طبعا محور تنين الخاص بالسكشن كات هو المحور الذي يبعد عن محور واحد بمقدار زاوية 90 درجة عكس عقارب الساعة. يعني إذا كان هذا واحد هذا راح يكون تنين، وإذا كان هذا واحد هيك راح يكون اتجاه تنين. المحور الثالث للسكشن كات هو زد، وهو المحور الذي بيكون مع اتجاه الجلوبال زد اللي موجود عندي في المنشأة. اذا بنعيد مرة تانية، السكشن كات له ثلاث محاور خاصة فيه، وهاي المحاور تختلف عن اللوكال اكسس تاعت السلاب، يعني هي ما إلها اي علاقة في اللوكال اكسس اللي انا بستخدمها بالسلاب، هي عبارة عن مجموعة محاور بتسهل علي عملية القراءة في السكشن كات، وهي خاصة بالسكشن كات نفسه. المحور الاول اللي هو واحد مع اتجاه الرسم، والمحور الثاني اللي هو محور تنين بيجي بتسعين درجة عكس عقارب الساعة من محور واحد، والمحور الثالث اللي هو محور زد بيجي مع الجلوبال زد اكسس الخاص بالمنشأ. طبعا بهذا السكشن كات اللي انا بتعامل فيه، هذا هو محور واحد يتوافق مع محور اكس، فبالتالي الزاوية من اكس لواحد تساوي صفر. مرة تانية بعيد، هاي اللي موجودة هون هي الزاوية العكس عقارب الساعة من Global X Axis لمحور واحد الخاص بالسكشن كات. إذا أنا دخلت كل القيم بالطريقة الصحيحة، بعمل هون على Refresh، بلاحظ إنه موقع السكشن كات ماله اتعدل وإجا عندي محل ما أنا بدي أخده بالضبط على الفريم وأقرأ قيم. بلاحظ هون عندي في عندي الفورس باتجاه واحد وباتجاه تنين وباتجاه زد، وفي عندي مومنت about واحد ومومنت about تنين ومومنت about زد. هون بدنا احنا نحكي عن نقطة مهمة، انه هاي الواحد والتنين والزد هم عبارة برضو عن المحاور الخاصة بالسكشن كات، وهي ما إلها علاقة بام 11 وام 22 تاعت السلاب واف 11 واف 22 تاعت السلاب. هدول شغلات تانية اللي كنا نعرضهم من اول، هدول محاور خاصين بالسكشن كات وليست اللوكال اكسس الخاصة بالسلاب. طبعا هذه الفورس باتجاه واحد والفورس باتجاه تنين، هدول عبارة عن قوة بتكون عمودية على مقطع السلاب، وزد هي عبارة عن القوة اللي جاية باتجاه زد وتمثل الشير. طبعا هذا هو الرايت سايد وهذا هو الليفت سايد للسكشن كات. بالنسبة للمومنت، المومنت الرئيسي عندي بهذا السكشن كات راح يكون المومنت about واحد،
يعني لو أرجع لهاي الرسمة مرة تانية، هذا هو محور واحد، فطبيعي جدا بالنسبة لهذا الفريم إنه المومنت الرئيسي راح يكون about واحد الخاص بالسكشن كت، وليس about محور تنين الخاص برضو بالسكشن كت. فبتطلع معطيني قيمة مقدارها 52.9. إذا قيمة المومنت على هذا الفريم اللي جاي من اللايف لود لا الفريم اللي عرضه 7.5 متر قيمته 52.9، وبسجلها عندي هون M على سكشن 1 بالطريقة التالية. هلأ بعدها بدي أخذ قيمة المومنت اللي جاي على وسط الاسبان تاع الفريم، بس بغير إحداثي Y لأنه X البداية و X النهاية راح تضل زي ما هي. طبعا هون Y راح تكون عندي في منطقة 3 على بعد 3 متر. بلاحظ إجا عندي السكشن كت بالوسط. طبعا أحيانا بلاحظ السكشن كت هذا جاي على خط المش بالضبط، أحيانا ممكن ساب يعطيك خلل أو فاريشن عالي في النتائج إذا أنت قرأت السكشن كت أو قرأت نتائج من السكشن كت على حد المش بالضبط. لهيك مش غلط لو أنت تزيح السكشن كت سنتي واحد مثلا أو أقل من سنتي، يعني مسافة صغيرة جدا لحتى أنت تحصل على دقة في النتائج. بلاحظ أعطاني 69.65. طبعا إذا اختلفت النتائج ما بين الرايت سايد وما بين الليفت سايد إحنا عادة بناخذ القيمة الأعلى. فطلعت عندي مثل ما أنا شايف في برنامج ساب قيمة المومنت على الليفت سايد الأعلى ومقداره 69.6 كيلو نيوتن في كيلو نيوتن متر على الفريم اللي عرضه 7.5 متر، وسجلتها عندي بالطريقة التالية. وبعدها بدي أقرأ على الفيس أوف كولوم بهاي المنطقة للسبان بهذا الفريم، طبعا على بعد واي مقداره 5.75 متر. بلاحظ كل ما أنا أعمل ريفرش موقع السكشن كت بنطلق على حسب أو بتغير على حسب المواقع الإحداثية اللي أنا مختارها للستار بوينت ولا الإند بوينت. وهون أعطاني قيمة مقدارها M about 1 88.95 وهي سجلتها. إذا لحتى أنت لإحنا لحتى عفوا نطبق هاي القاعدة اللي موجودة عندي، بدي أجمع المومنت اللي جاي على السكشن 1 والمومنت اللي جاي على السكشن 3 وآخذ الأفرج تاعهم وأجمع لهم المومنت اللي جاي على الميدل سبان اللي قيمته 69.6. فبلاحظ طبقت هاي المعادلة 52.9 زائد 88.95 على 2 زائد 69.6 وبتطلع عندي النتيجة مقدارها 140.5 كيلو نيوتن متر. والملاحظة الأهم إنه القيمة اليدوية والقيمة اللي أنا أخذتها من برنامج ساب تقريبا متساويين، يعني لو إجينا حسبنا الديفرنس بيرسنتج بين هدول القيمتين راح ألاقيها قليلة جدا وراح تطلع أقل من 1%. إذا من خلال هذا التشيك الخاص بالإنترنال فورسز أنا اتأكدت إنه برنامج ساب عماله يعمل تحليل للإنترنال فورسز بطريقة صحيحة وما عندي فيها خلل. طبعا الأساس إنه إحنا نعمل تشيك لتوزيع الإنترنال فورسز باتجاه إكس، إحنا عملنا لتوزيعها باتجاه واي، فطبعا من باب التأكد إنه ما فيش عندي أي خلل بالاتجاهين إنه إحنا نعمل تشيك لمجموعة من السبانز باتجاه إكس ولمجموعة من السبانز باتجاه واي. طبعا كل ما كان المنشأ أكبر كل ما كان يفضل انك تاخذ عينة تعمل عليها تشيك من اكثر من موقع في هاي المبنى، مش بس انك تاخذ لسبان واحد. اذا كملخص انا لحد الان واصل لمرحلة مهمة جدا اللي هي اني رسمت الموديل، وضعت عليه جميع الاحمال، وضعت عليه السبورتس، عملت له ران، عملت 3 فيريفيكيشنز او 3 تشيكس على الموديل اللي هم الكومباتيبيليتي والايكوليبريوم بالاضافه للانترنال فورسز. طبعا من خلال هدول التشيكس انا بقدر احكم انه ساب عماله يحلل الموديل ويخرج لي انترنال فورسز بالطريقه الصحيحه. اذا انا هلا بقدر اكمل واعتمد على النتائج تاعت برنامج ساب في عمليه الديزاين. طبعا بما انه انا بعتمد انا في هذا الموديل عم بتعامل مع تو واي سوليد سلاب، اذا مثل ما حكينا حتى في عمليه الديزاين بنقسم السلاب هذه لمجموعه من الفريمز باتجاه اكس ولمجموعه من الفريمز باتجاه واي كما هو موجود بالشكل التالي. طبعا بلاحظ انه هذا هو الموديل اللي موجود عندي. لو انا في الديزاين بدي اخذ هذا الفريم اللي موجود عندي محدد بالشكل وعلى برنامج ساب اللي هو فريم رقم 3،
لو انا حبيت اوجد الديزاين مومنتس اللي موجوده على هذا الفريم برضه باستخدام اوامر السكشن كت. طبعا في البدايه هذا الفريم راح يكون عرضه عن 6 عباره عن 6 متر، وهي نص المسافه ما بين الفريم اللي تحت ونصه نص المسافه ما بينه وما بين الفريم اللي موجود فوق، بيطلع الفريم ويدث مقداره 6 متر. للتوضيح مقطع الفريم راح يكون كالتالي، هذا هو البيم تبعي اللي شكله راح يكون عباره عن تي لانه في جزء من السلاب بدها تساهم معه. الفريم كامل يقسم الى منطقتين، المنطقة الاولى المحيطة في البيم بسميها الكولوم ستريب، والمنطقة الثانية من السلاب بسميها انا الميدل ستريب. طبعا حسب القوانين اللي موجودة بالاي سي اي، عرض الكولوم ستريب راح يكون عبارة عن 3 امتار، وعرض الميدل ستريب راح يكون عبارة عن متر ونص. هلأ بدي ابلش في عملية قراءة الديزاين مومنتس اللي موجودة على هذا الفريم. طبعا لحد انا بدي اعمل هاد الاسبان، الاسبان الخارجية فقط بهذا الفريم، بدي اقرأ عليها المومنتس اللي جاي على الفريم، وبدي اقرأ عليه المومنت اللي جاي على الكولوم ستريب والمومنت اللي جاي على الميدل ستريب، بالاضافة لحصة البيم من الكولوم ستريب وحصة السلاب من الكولوم ستريب. بالمناسبة بالنسبة للفريم تبعي، المومنت اللي موجود في داخل الكولوم ستريب راح يتوزع جزء منه على السلاب اللي في داخل الكولوم ستريب، وراح يكون في عندي حصة للبيم اللي انا بسميها البيم شير او البيم ستريب. راح اطبق الامر تبع سكشن كت اللي انا استخدمته في عملية تشيك تاع الانترنال فورسز، راح اطبقه كمان مرة بالشكل التالي على هذا الفريم لحتى اوجد الديزاين مومنتس اللي انا بدي اعتمد عليها في عملية التصميم وحساب حديد التسليح. العملية راح تكون بالشكل التالي، اني بدي اجي على الاسبان الاول بهذا الفريم او المنطقة الاولى في الاسبان الاول، راح اخذ على الجوينت وراح اخذ هون عندي بالوسط، وراح اخذ على منطقة الجوينت الثاني سكشن كت بعرض 6 متر. طبعا هون لانه الفريم راح يكون باتجاه اكس، فبالتالي المومنت اللي بدي اعرضه هو M11. طبعا هون لانه انا بدي ابحث عن الديزاين مومنت، بدي اتاكد اني انا مختار اللود كومبينيشن الكريتيكال اللي هي راح تطلع 1.2 ديد زائد 1.6 لايف، لانه هي اللي راح تحكمني في التصميم بالحاله اللي موجوده عندي، وهي اوكي. طبعا بنكرر نفس العملية، بدي اروح على امر درو، بعديها على درو سكشن كت، وبختار من وسط هاي المنطقة لوسط المنطقة الثانية بشكل تقريبي. طبعا بذكركم مرة ثانية انه ما فيش داعي ترسم سكشن كت بطريقة صحيحة من البداية، لانه ساب رح يعطيك مجال انك انت تحدد ابعاد او تحدد موقع او دايمن او تحدد الكوردينيت ساعد نقطة البداية ونقطة النهاية بدقة متناهية. فبالتالي اذا انت رسمت سكشن كت بطريقة خاطئة او بميل خاطئ في البداية، فهذا الاشي ما رح يأثر نهائيا، لانه بامكاننا نعدل هذا الاشي من خلال هاي القائمة. الستارت بوينت اللي موجودة عندي هون راح تكون على بعد اكس مقدارها 0.25 اللي هي الفيس تاع الكولوم. واي بهاي المنطقة عبارة عن 9 متر. الاند بوينت باتجاه اكس احداثياتها 0.25 برضه اللي هو الفيس تاع الكولوم، وفي واي احداثياتها 15. طبعا موقع الريزلتنت راح يكون هو عباره عن الافرج، الافرج لهدول القيمتين هو 0.25، والافرج لهدول القيمتين هو عباره عن 12، وزد هون 3.5. نرجع للانجل اللي هي زي ما حكينا زاوية اللي عكس عقارب الساعة من محور اكس جلوبال اللي هو هذا، لمحور واحد الخاص بالسكشن كت اللي هو هذا المحور. لو بتلاحظوا انا رسمت السكشن كت، هاي ستارت بوينت وهي الاند بوينت، هذا راح يكون محور واحد وهذا محور اثنين، محور اكس اكسس راح يكون بهذا الاتجاه، فبالتالي الزاوية اللي عكس عقارب الساعة من ما بين محور اكس لا محور واحد راح يكون مقدارها 90 درجة، وهذه هي الزاوية اللي بختارها ساب من البداية. فكل المعطيات مدخلة صح، فبقدر اعمل ريفرش واخذ النتيجة الجديدة. بلاحظ انه المومنت الرئيسي كمان راح يكون M about 1 لانه المحاور السكشن كت لفت، فدائما المومنت الرئيسي اذا الزاوية صح راح يكون هو المومنت about 1.
تقريبا مقداره 342 كيلو نيوتن. طبعا لما نيجي نقرأ على وسط السبان بحرك الاكس تاع الخاصة بالسكشن كات وبخليها تيجي على وسط الاسبان اللي مقداره 3.75، لانه الاسبان كامل هي 7.5، نص ال 7.5 هو 3.75 من نقطة الصفر اللي بتيجي هون تحت. انه السكشن كات انتقل لوسط هذا الفريم واعطاني قراءة مقدارها تقريبا 318 كيلو نيوتن. بعديها بدي انتقل على المنطقة هاي اللي هي راح تكون على بعد 7.25 متر. اللي هي على الفيس تبع الكولوم اللي موجود عندي هون، واعطتني قيمة مومنت اباوت واحد تقريبا 498 كيلو نيوتن. فبالتالي لا الاسبان الاولى في هذا الفريم اللي انا بدي اوجد له ديزاين مومنتس راح تطلع عندي البندنج مومنت دايجرام على الفريم كالتالي: 342 على الطرف الاول، 318 بالوسط، و498 على الطرف الثاني على الكلير اسبان. لو انا بدي اوجد المومنت على عرض الكولوم ستريب فقط لا غير، بعمل خطوة بسيطة بس. بدال ما انا اخذ السكشن كت على عرض الفريم كامل، باخذ السكشن كت في نفس المواقع اللي انا بدي اياها، اللي انا معني اقرا انترنال فورسز فيها، باخده بنفس الواقع بنفس الموقع، لكن بدل ما يكون عرضه هو عرض الفريم كامل، هالمره بدي يكون عرضه هو عرض الكولوم ستريب فقط لا غير. هلا انا عرض الفريم اللي كان عندي هو مقداره 6 امتار كاملين، عرض الكولوم ستريب حسب قوانين الاي سي اي راح يطلع عندي 3 متر. اذا انا فقط بدي ارجع لنقطه البدايه اللي هي at x تساوي 0.25 عند الستارت بوينت والاند بوينت، وبدي اغير عرض السكشن كت، يعني y بدل ما هي 9 راح تصير 10.5، وبدل ما هي الاند بوينت 15 راح تصير عندي 13.5، والافرج راح يضله زي ما هو 12. بلاحظ انه حسب برنامج ساب عرض السكشن كت صغر لحد ما صار 3 امتار، وهون معطيني قراءه مقدارها 303 كيلو نيوتن متر. بمشي بزيادة شوي لأوصل لوسط الإسبان اللي هي at x 3.75، أعطاني M1 تقريبا أو M about 1 مقداره 255 كيلو نيوتن متر. ولو أجيت على الفيس الثاني تاع الكولوم بدخل X مقدارها 7.25، بلاحظ اعطاني قيمة المومنت على الكولوم ستريب 4408 كيلو نيوتن متر بالشكل التالي. طلع عندي 303 255 408 كيلو نيوتن متر. هذا هو عبارة عن المومنت اللي جاي على الكولوم ستريب في الاسبان الاولى من الفريم رقم 3. طبعا عشان احسب المومنت اللي جاي على الميدل ستريب، عملية حسابية بسيطة، بطرح المومنتس اللي جايين على الكولوم ستريب من المومنتس اللي جايين على الفريم، فهون بيطلع عندي 342 ناقص 303 بضل 39. نفس عملية الطرح بطبقها بين هدول القيمتين بكون عندي 63، وهون عندي بكون 90. الملاحظة اللي أنا بدي أحكي عنها هون إنه لاحظ قديش قيمة المومنت عالية جدا على الكولوم ستريب مقارنة مع الحصة اللي أنا حطيتها للميدل ستريب. طبعا سبب هذا الإشي إنه الكولوم ستريب الاستيفنس لها عالية جدا، تحتوي على بيم وقريبة جدا من الكولوم، فبالتالي بما انه المنطقة الستيف اكتر راح تاخد احمال اكتر، فطلع عندي قيمة المومنت التوتال اعلى باضعاف الاضعاف من القيمة اللي انا لقيتها على الميدل استريب. هلأ لحتى انا احسب قديش حصة البيم وقديش حصة السلاب اللي بتيجي من ضمن الكولوم استريب نفسها، في عندي هدول الكبسات اللي موجودين قدامي. طبعا هدول الكبسات معناها انه ايش بتحب ساب يعطيك او يدخل لك عنصر انشائي في حساب القيمة. يعني انا هذا السكشن كت اللي انا ماخده، القراءة اللي بعطيني اياها ساب راح تكون عبارة عن قراءة الفريمز اللي هي البيم والكولوم، بالاضافة لقراءة السلاب اللي هي تمثل الشيلز. طبعا انا لا راسم لا سوليد ولا بلين ولا لينكس، فبالتالي لو شلت الصح عنهم وعملت ريفريش القيمة نفسها راح تضل، لانه القراءة الموجودة عندي في الكولوم ستريب تتكون فقط لا غير من القراءة تاعت البيم
اللي هي الفريمز، والقراءة تاعت السلاب اللي هي الشيلز. فإذا أنا خليني أرجع أول إشي على الموقع الأول، إذا أنا بدي أحسب قديش حصة البيم فقط، بخلي الصح جاي على الفريمز من ضمن الكولوم ستريب. بلاحظ أعطاني قيمة مقدارها 262 تقريبا 263 كيلو نيوتن متر. وإذا أنا بدي أحسب على الشيلز أو على السلاب اللي من ضمن الكولوم ستريب، بخلي الصح على الشيلز فقط لا غير، وبطلع عندي تقريبا 40 كيلو نيوتن متر. طبعا بكرر هاي العملية عند جميع السبانز. بلاحظ لو أنا أخذت عند X اللي هي وسط الإسبان الأول في الفريم رقم 3، X 3.75 3.75 وكمان 3.75، وهي ريفرش على الفريمز عندي تقريبا 221 كيلو نيوتن. على السلاب من ضمن الكولوم ستريب راح يطلع تقريبا 34 أو 35 كيلو نيوتن متر. ولو إجيت أخذت على المنطقة الأخيرة في هاي الإسبان، حصة البيم شير أو البيم شير أو حصة البيم من ضمن الكولوم ستريب راح تطلع عبارة عن تقريبا 331، وحصة السلاب لو حطيت الصح على الشيلز وشلتها على الفريمز راح تكون عبارة تقريبا عن 77 أو 78 كيلو نيوتن متر. وهذا الإشي اللي موضح عندي في هاي الدياجرام اللي موجود عندي هون. هاي حصة البيم من ضمن الكولوم ستريب، عندي 263 221 331، وعندي حصة السلاب اللي موجودة من ضمن الكولوم ستريب هي 40 77 على الجوينتس، وعندي 34 في الوسط. وبرضه كمان ملاحظة، حصة البيم من ضمن الكولوم ستريب هي أعلى بأضعاف الأضعاف من حصة السلاب، لأنه البيم راح يكون ستيف أكثر بطبيعة الحال في الموديل اللي أنا عامله، وهذا الإشي انعكس على امتصاص الأحمال، فكان النصيب الأكبر هو للبيم. إذن من خلال هاي الطرق البسيطة ومن خلال استخدام أمر السكشن كت، أنا حسبت قديش مقدار المومنتس اللي أنا بدي أعتمد عليها في الديزاين. فمن خلال هذه القيم بإمكاني أحسب قديش قيمة الحديد اللازم لحتى أسلح الميدل ستريب، وقديش كمية الحديد اللازم لحتى أنا أسلح السلاب ستريب اللي موجودة من ضمن الكولوم ستريب، وأكم كمية الحديد اللازمة لحتى أنا أسلح البيم. طبعا بالنسبة للبيم، إذا إحنا بدنا نسلحه بشكل يدوي، يعني بدنا نحسب كمية الحديد بشكل يدوي، فبإمكاننا نعتمد على هاي القيمة اللي طالع عندي هون وأسلح البيم حسب قديش هو بحاجة للتسليح بناء على قيمة المومنت اللي بتطلع، أو بإمكاني أخذ نتائج التسليح مباشرة من برنامج ساب. لكن بشكل أساسي أنا بتلزمني أكتر إشي المومنت اللي جاي على الميدل ستريب والمومنت اللي جاي على سلاب ستريب. طبعا في شغلة هون مهمة كمان، أنا إذا بدي أقرأ القيمة تاعت المومنت باخذ السكشن كت بشكل عمودي على اتجاه الفريم. يعني لاحظت أنا الفريم هذا كان عندي باتجاه X، بعرض الـ M11 دياجرام اللي هو انتقال البندينج باتجاه X، وباخذ سكشن كتس بشكل عمودي. لكن إذا أنا أخذت السكشن كت بشكل موازي على الفريم راح يطلع لي البندينج مومنت دياجرام لهذا الفريم. خليني أطبق هذا الإشي، بروح على درو وبعديها درو سكشن كت، وبرسم السكشن كت على طول الفريم اللي موجود عندي هون. بلاحظ انه برنامج ساب اعطاني البندنج مومنت دياجرام اللي جاي على هذا الفريم. الملاحظ من خلال هذا الدياجرام انه ساب رسم لي هاي الرسمه على الكومبريشن سايد، لانه احنا لما بدنا نرسم البندنج مومنت دياجرام على التنشن سايد راح يطلع نفس هذا الدياجرام لكن بالمعكوس. لكن هذا مش مشكله، يعني سواء كان كومبريشن سايد ولا تنشن سايد الاثنين صح، وهذا شكل المومنت دياجرام نوعا ما طالع منطقي. اذا نلخص، اذا انا كنت بدي احسب القيمه للمومنت باخذ السكشن كت عمودي على اتجاه الفريم، اذا انا كنت بدي اطلع شكل المومنت او شكل البندنج مومنت او البندنج مومنت دياجرام خلينا نحكي، باخذ السكشن كت على طول الفريم من بدايته لنهايته، سواء كان فريم باتجاه اكس او فريم باتجاه واي. وهلا انا بكون وصلت لمرحله
اتعلمت كيف ابني موديل خاص بتو واي سلاب، وتعلمت كيف اعمل فيريفيكيشن على الاناليسز اللي هم 3 انواع من الفيريفيكيشنز: كومباتيبلتي، ايكوليبريوم، وانترنال فورسز. وتعلمت كمان كيف طريقه قراءه المومنت والشي طريقه قراءه المومنت عفوا لفريم كامل في التو واي سوليد سلاب. طبعا السلاب عندي هاي اذا انا بدي اعملها تشيك على الشير، بروح على شو فورسز ستريسز وعلى شيلز، بامكاني اعرض V1-3 اللي جاي عندي هون اللي هو الشير اللي راح يجي نتيجه لانتقال الاحمال باتجاه اكس من الالتيميت كومبينيشن اللي هي 1.2 ديد زائد 1.3. بلاحظ يعني القيم نوعا ما مش كتير عالية، وعلى هذا السكيل يمكن أعلى قيمة طالعة هي 38.5 تقريبا. وحتى كمان لو عرضت أنا الشير باتجاه الثاني نتيجة لانتقال الأحمال باتجاه واي، بلاحظ برضو القيم مش عالية كتير. يعني لو بتدور على اللون الأزرق ممكن أكتر قيمة تلاقيها تقريبا 35 أو 38. طبعا هاي السلاب الشير كاباسيتي تاعتها اللي هي 5VC راح تكون اعلى بكتير من الفي التيميت اللي موجوده عندي هون. فبالتالي السوليد سلاب اللي انا مستخدمها في هذا المنشأ راح تكون اديكويت ومناسبه جدا للشير ومش بحاجه لكانات نهائيا. هلا بدي انتقل للمرحله الاخيره اللي هي اني بدي اخلي برنامج ساب يحسب لي قديش نتائج التسليح المطلوبه للبيمز وللاعمده. طبعا هذا الاشي راح يتم من خلال كبسة الديزاين اللي احنا شايفينها هون، لكن قبل ما نعمل عملية الديزاين خلينا اول اشي نحدد البارامترز اللي انا بدي اتبعها في عملية الديزاين. بروح اول اشي على هذا السهم اللي موجود عندي هون وبختار اول امر اللي هو View and Revise Preferences. بغير الكود ل ACI 2008 ACI 318-2008 لانه هذا الكود اللي انا بعتمد عليه في الديزاين. ثاني شغلة بغيرها اللي هي الباترن لايف لود فاكتور، بدال ما هو 0.75 بخليه صفر. طبعا اذا كان 0.75 ساب راح يتعمد خلينا نقول زيادة شوية في قيمة اللايف لود وبأدي هذا زيادة في الحديد. طبعا انا حاطط اليونيفورم اللايف لود الموجود عندي على المنشأ بطريقة يونيفورم، انا مش بحاجة لأي زيادات او لأي تغيير في توزيع اللايف لود في برنامج ساب. فعشان هيك لحتى تطلع عندي نتائج التسليح مظبوطة 100% وما فيش فيها اي زيادة نهائيا، بختار الباترن لايف لود فاكتور مقداره صفر وهي اوكي. بعدها بختار الامر الثاني اللي هو view and revise or revise overrides. طبعا عشان انا اختار هذا الامر لازم اتاكد اول شيء من تحديد جميع اجزاء المنشأ عن طريق كنترول و A. بروح مره ثانيه على view and revise overrides، وهون عندي الفريمينج تايب بغيره للان سوي لحتى ما يعمل لي اياه اي تصميم زلزالي، لانه هذا تصميم جرافيتي لوز فقط فما عندي سايد سوي فريم، فانا مش بحاجه اني اختار لا سبيشال ولا انترميديت ولا اوردينري، فبحط على نون سوي وهي اوكي. القائمه الثالثه بدي ادخل عليها اللي هي سيلكت ديزاين كومبينيشنز. انا بدي افهم ساب انه هدول هم التو كومبينيشنز اللي انا بدي اعتمد عليهم في الديزاين. طبعا هو راح يصمم على الاولى ويصمم على الثانيه ويعطيني المور كريتيكال او النتيجه اللي بتعطيني متطلبات تسليح اخطر واعلى. طبعا بس بدي انتبه اني بدي اشيل الصح عن الاوتوماتيكلي جنريت كود بيس ديزاين لود كومبينيشنز. طبعا اذا انت بالغلط حطيت صح على هذا الامر ساب راح يحط لك كومبينيشنز من عنده بشكل اوتوماتيكي تكرار على الكومبينيشنز اللي انت معرفها. طبعا بحكم انه انا معرف الكومبينيشنز عندي بشكل يدوي فما فيش داعي او انا مش بحاجه انه ساب يرد يعرفني كمان كومبينيشنز مكرره لحتى يضيفهم على هدول. فبدي اشيل الصح بس بدي اتاكد اني انا حاطط ديزاين لود كومبينيشنز هدول اللي هم ال 1.2 ديد زائد 1.5 وال 1.4 ديد. هلا بعد ما خلصت مجموعه التعديلات هاي بامكاني اكبس على ستارت كونكريت ديزاين اللي هي هاي الكبسه. انا بدي اخفي الاريا او بدي اخفي السلاب لحتى اعرف اشوف الحديد التسليح المطلوب بسهوله، فبدي اروح على هاي القائمه set display options وعلى الارياز اختار not in view، وبدي اكبر قيم التسليح او الخط اللي ببين لي قيم التسليح من خلال قائمه options dimensions tolerances، وبختار المينيموم جرافيك فونت سايز يكون مثلا 5 او 6. بنلاحظ الخط صار عندي اكبر.
طبعا الوحدات طالع عندي بهالصورة لأنه ساب حاسب لي الحديد الطولي المطلوب عندي في الجسور بوحدة المتر مربع. أنا بتعامل عادة مع المليمتر، فبالتالي بدي أروح على كيلو نيوتن مليمتر، وبلاحظ هذه هي عبارة عن مساحات الحديد المطلوبة عندي في البيمز اللي باتجاه إكس. الحديد اللي جاي فوق ويمثل الحديد العلوي اللي جاي على الجوينتس، والحديد اللي تحت يمثل البوتوم رينفورسمنت اللي جاي نتيجة للبوزيتيف مومنت الموجود عندي بوسط الاسبان. وعلى البيمز اللي جاية باتجاه واي، الحديد اللي على الشمال هو الحديد اللي على الجوينتس تبع النيجاتيف مومنت، وكمية الحديد اللي جاي بالاسفل هو عبارة عن البوتوم رينفورسمنت اللي جاي نتيجة لوجود البوزيتيف مومنت على وسط الاسبان. طبعا من خلال كمان هاي القائمة اللي هي Display Design Info بتقدر تعرض انت جميع انواع التسليح اللي ساب بيعمل لك اياها في الفريم Elements. يعني بامكاني مثلا من خلال هذا الامر اعرض قديش نسبة التسليح الموجودة عندي في الجسور. يعني طبعا هاي النسبة هي ليست رو، لانه رو هي عبارة عن الـ Area of Steel على البي في الـ Effective Depth، لكن الريبار بيرسنتج اللي موجودة هون هي عبارة عن الاري اوف ستيل على الجروس اريا تاعت المقطع الكونكريت اللي هو البيم عندي هون. وبامكاني كمان اعرض الشير رينفورسينج اللي هو عبارة عن الاي في على اس، وهاي القيم انا باخذها وبحولها للكانال. طبعا بتاخذ هذه القيمة وبتختار السبيسنج المناسب وبتختار النمبر اوف ليكس بالاضافة للدايمتر للكانال حتى تحقق الشروط المطلوبة. وهون بقدر اعرض التورجن رينفورسينج اللي هو تسليح التورجن في البيمز. بلاحظ هون انه القيم بهاي المنطقة للبيمز اللي باتجاه اكس، القيم اللي فوق هي الكانات اللازمة للتورجن الاي تي على اس، وتحت هي عبارة عن الاي ال او اللي هي حديد الطولي اللازم للتورجن. وهون عندي على البيمز اللي على الشمال اللي جاي من تحت لفوق باتجاه واي، القيمة اللي على الشمال تمثل الاي تي على اس اللي هي الكانات اللازمة للتورجن، والقيمة اللي على اليمين تمثل الـ AL وهي حديد التسليح الطولي اللازم للتورجن. بلاحظ انه البيمز الداخلية ما بلزمهم اي تسليح للتورجن، وهذا الاشي منطقي لانه في سيمتري وفي عندي سلاب من اليمين والشمال متساوية الاسبانز، فبالتالي توزيع الاحمال منتظم، ما فيش عندي اي تورجن على هدول البيمز. لكن التورجن عادة بواجهه بصادفه ومتطلب تصليحه أكثر إشي في البيمز اللي بتكون خارجية الـ Edge Beams مثل ما أنا شايف عندي بهذا الشكل. طبعا لو أروح على الـ XZ Plane بقدر أشوف الحديد الخاص بالكولومز. أنا بدي أعرضه كنسبة هاي، أو بإمكاني بالبداية أعرضه كـ Longitudinal Reinforcement اللي هي الحديد كامل. بلاحظ هي معطيني مساحات الحديد المطلوبة، وبإمكاني كمان أعرضه كنسبة كريبار بيرسنتج بالشكل التالي. طبعا الزيادة الملحوظة في الحديد الموجودة عندي في أعمدة الطابق العلوي نتيجة لأنه الأكسيال لود اللي عليها قليل، فاللي بتحكم فيها المومنت، وقد تكون حسب شروط الـ ACI أقرب إلى البيم بيهيفير. فبإمكانك إذا تحقق الشرط تبع الـ ACI إنه إحنا نعدل الموديفاير تاعها ك بوينت، نخليه بوينت 35 بدل ما هو بوينت 7. اذا انا من خلال هذا الفيديو اتعلمت كيف بدي اعمل موديلينج لتو واي سلاب، اتعلمت انا كيف بدي اعمل تشيك عليها للاناليسيس من ناحيه الكومباتيبيليتي والايكوليبريوم ومن ناحيه الانترنال فورسز، اتعلمت كيف اقرا الفورسز او كيف اقرا الديزاين مومنتس على هذه السلاب عن طريق امر اللي اسمه الدرو سكشن كات اللي بعطيني المومنت على عرض الفريم كامل او على عرض الكولوم ستريب. اتعلمت كمان كيف انا اجزئ المومنت لمومنت جاي على الفريم ومومنت جاي على الكولوم ستريب، وحتى المومنت اللي جاي على الكولوم ستريب نفسه كيف يعني اجزئه لجزء جاي للبيم وجزء جاي للسلاب اللي في داخل الكولوم ستريب. كمان اتعلمت كيف انا اخرج نتائج التسليح الخاصة في البيمز والخاصة في الكولومز. طبعا نتائج التسليح بتشمل الحديد الطولي وحديد الكانات في الجسر بالاضافة لحديد التورجن، وفي عندنا كمان الكانات والحديد الطولي اللي انا بستخدمهم في الاعمدة. ملاحظة اخيرة، يعني انا هون في عملية الديزاين فعليا
بستفيد من المومنت اللي جاي على الفريم، المومنت اللي جاي على على الميدل ستريب، وبستفيد في المومنت اللي جاي على السلاب ستريب من ضمن الكولوم ستريب لحتى احسب انا قديش بتطلبه حديد طولي. طبعا المومنت اللي جاي على البيم، اذا انا معني اني اعمل التصميم للسلاب سيستم بكل ما تحويه من كولومز وبيمز بشكل يدوي، فهاي القيمة رح اعتمد عليها في عملية حساب التسليح. لكن بما انه ساب بيقدر يسلح لي البيمز من حاله او من خلال امر الديزاين اللي احنا تعلمناه قبل شوي، فبامكاني بكل بساطة اني اعتمد فقط على المومنت اللي جاي على الميدل ستريب وعلى المومنت اللي جاي على السلاب ستريب لحتى احسب التسليح، وباخذ قيمة التسليح الثانية من خلال امر اللي جاي على البيم من خلال امر الديزاين اللي موجود عندي بالكبسة التالية. طبعا عملية الديزاين هذه احنا طبقناها لفريم واحد او لسبان واحد بهذا الفريم تحديدا، لكن هي الاساس تنعمل لجميع الفريمز اللي موجودة في المنشأة بX وبY. طبعا العملية راح تتكرر، ما راح يكون فيها اشي جديد، بس بدنا نغير مواقع الفريمز اللي احنا نقرأ عليها، وبدنا نغير كمان اتجاه الفريم. يعني مرة بدي اخذ فريمز باتجاه X واحسب المومنتس اللي جاي على السلاب ستريب وعلى الميدل ستريب، وبدي احسب بعديها المومنتس اللي جاي على الفريمز اللي باتجاه واي، لحتى انا احسب قديش السلاب وقديش البيمز هدول بحاجه لحديد باتجاه اكس للفريمز اللي باتجاه اكس، وحديد باتجاه واي للفريمز اللي موجوده باتجاه واي. هيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. بتمنى انه نكون استفدنا واكتسبنا معلومات جديده فيما يخص الموديلنج للتو واي سوليد سلاب، ويعطيكم العافيه.